السلام عليكم، معكم سبايدر. رجعت لكم المقطع جديد. بمقطع اليوم يا جماعة رح نشوف تيك توك لأول مرة في رمضان. يا كذاب، بقصد لأول مرة بهاد رمضان، يعني هاد رمضان. لكن هالمرة يا جماعة رح أشوف تيك توك وأنا صايم. يعني المختصر، انتبه انك تشوف تيك توك وانت صايم، انتبه. فبس قبل ما نبدأ اضغطوا زر اللايك، اشترك بالقناة وفعل التنبيهات عشان توصلك المقاطع الجديدة أول بأول. وشكرا. خلينا ندخل، أقسم بالله الصيام مأثر علي. خلينا ندخل ونشوف تيك توك. طيب بسم الله، أول مقطع والله يلا فتحته، استغفر الله. شيل اللهم أني صائم. شيل يكفي. حس رمضان هالسنة غريب جدا، شو رأيكم انتو؟ رمضان غريب ولا رمضان كريم؟ الله عليك يا سبيدوري. خلنا نكمل. حلا بعشر دقائق مرة لذيذ وسهل، رتبته. حلا بعشر دقائق يا جماعة، شربته بشوية حليب. أيوة، جميع الجهات. أها، وأرش على الوجه بسكوت أوريو مكسر، وأقل شيء ساعتين بالثلاجة. رتبته ثانية بسكوت شاهي. حصلت صورة جديدة لي وأنا صغير. فندريتا، شو هاي فندر صغير. السمبوسة، يا سلام السمبوسة، انتهى الكلام. خلنا نشوف الجيمات. يا سلام الجيمات تتقدم. السمبوسة، يا سلام يا سلام، هاي سمبوسة، يا سلام السمبوسة، انتهى الكلام انتهى الكلام. انت صايم وقاعد بتشوف مباراة، راح تشوف هيك اللاعبين. لا تشوف مباراة وانت صايم. اكبر تجمع في فورتنايت. ما بعرف اذا هو تجمع حقيقي ام ما بعرف. وانت تساعد امك في اصابع الجبن. طيب والله العظيم، وانت ما تسوي شي، بس تعملها يعني طباخ. يا اسطى اخويا ابو غزاله مكتئب جدا ونفسه خرجه من الشعور ده، هنفرحه دلوقتي. يلا شلون ابو غزاله؟ هذا شو بيسوي ابو غزاله؟ بس هيك يعني العالم بتقلب بالتعليقات. فرحني هذا الشخص، هو بيعطيها بيت بوكس. اللهم اني صائم. في واحد صاحبي اسمه احمد محسن تعبان نفسيا، عايزين فيديو يفرحه من عيني. يلا. ايوه احمد محسن. هذا شكله منتشر بالتيك توك. استغفر الله. هاي شو هاي الاكلة؟ والله باين هذا الصوص طيب. اي بطني خلص، بس هاي ما بقى شيء، ما بقى شيء على الاذان. اللهم اني صائم. يا رب انكم تشوفوا المقطع هذا بعد الافطار، يا رب انكم مجوعوا مثلي. وانت داخل على اهلك بعد ما صليت التراويح كامله. والله قاطع تضحكني. لحظة إدراك، حنا آخر جيل بيتذكر الحياة قبل الإنترنت. أيوة صح، نحن آخر جيل بيتذكر الحياة قبل الإنترنت، وبعدها خلص كلهم رح يجي يعيش بالإنترنت. والله أننا نادرين. أحمد محسن. يا أحمد. والله هذا أنا الجديد بالتيك توك. اعتمدوها سحور لرمضان. شوف كيف تطلع، يو توست وعليها الجبنة والبيض. خلاص الله يوفقكم، بس خلاص لا تفتح تيك توك وانت صايم. يا خلاص خلاص ما بدي، الله يخليكم بس. قسم بالله اني جعت، والله جعت. اذا كان الطعم حلو بنفس ما توقعت. خلنا نشوف يعني انتو عم تاكل. يا اخي كله اكل. والله صاحبي تعبان وايده مكسوره. اسمه زياد زلزال. الف سلام عليك يا زياد. هات نشوف شو راح يقول له. زياد زلزال. ايوه بس يبدا. فقط يسوي نفس النغمه، بس انه يذكر اسم صاحبه. في واحد صاحبي اسمه احمد محسن تعبان. خلاص شاورما عائلي على السريع من استغفر الله العظيم. شاورما عائلي. شكلي وانا امي مصحيتني الساعه 2 الظهر عشان اسوي خلطه البشاميل. استغفر الله. اهلا بشباب المستقبل. ايه سبيستون، هذه رساله منا لكم، نحن نفتح سبيستون. شكرا لانكم لم تفقدوا الامل وحاربتم من اجل كونان. ما اجمل ان نراكم اصبحتم اطباء
جوكو مهندسين وفنانين وناجحين في جميع المجالات ومن شباب المستقبل. اوه سلام دانك، هذا حسان صح؟ اخ والله ذكريات والله. اهلي من سجحين والفطور بيطلع من خشمهم، انا اسوي لهم اغراء بالكيكة اللي سويتها. شو هذا باكستان شو عم يسوي؟ جايب كيكة. هلا سهل لذيذ. اعظم بداية ماينكرافتي والله اني شايف هذا المقطع يومها. هلا بينا غمها. ايه زمان ربنا ياخدكم في رمضان عشان تفطروا في الجنة بإذن الله. ايوه ان شاء الله. وتعيدوا في الدار الآخرة ان شاء الله يا رب. ربنا يموتكم بالسلامة ان شاء الله وياخدكم بالراحة. امين يا رب. من غير ما هي وقت تدعي على واحد بس بطريقة غير مباشرة يعني. الله يقلكم لا صلاة لا عبادة. وضع امهات العيال نهار رمضان. الله يقلكم لا صلاة لا عبادة. شو هذا؟ خلاص بس يا اخي لا لا تشوف اول ما يطلع لك مقاطع خلاص اقلب فورا. اهلا من الصوان السريعه والكل اتفق على حبها كرات البطاطس بالدجاج طعمه وسهله. بسم الله نبدا على النار. شو طابخين اليوم؟ ان شاء الله يكون واحد من هذول اللي شفتهم يا رب. يا اخوان حلقات البصل مترجمه ولا لا؟ يا اخوان حلقات البصل مترجمه ولا لا؟ في واحد حط سكر على الكنب ليه؟ ليه؟ نحل القعدة. فاي ورايا اللهم اني صائم بس قبل الفطور بكم دقيقة داخل المطبخ على الأهل تتفلسف عليهم. جوعان جوعان أنا جوعان. أعلانات الألعاب بدون سبب. إيش قاعد تسوي يا مازن؟ إيش بك طيحته؟ إيش المشكلة؟ عندي 2 مليون في التقام ملاسين. ترى أنا سويت مثل هيك يعني تقريبا نفس هيك. أيوة هذا هو اللي يغني. على شاطئ المطبخ. دجاجة. حتى هاي الأغنية لا تسمعها برمضان. أنت قبل الفطور رايح المطبخ تظبط الفيمتو للأهل. لما اقرر اساعد امي في المطبخ. الوضع بعد الفطور. اذا جونا ضيوف انحشرت لحالي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا اشوف قبل الفطور يلا داخلين خناقه بعد الفطور. على راسي والله على راسي حارتك. يوم قررت اسوي لاهلي خربت. الحمد لله انها خربت. شو هذا؟ هذا بيض مقلي ولا شو؟ ما بعرف. اذا اعطوك تمر وما صبوا لك قهوه. مقاطع رمضان تضحك بالتيك توك. اكل وبعدها اذاكر. بعد 5 دقائق خلينا نشوف. عم يلعب. يا ويلي انا قبل الفجر بنص ساعه كنت مشروبه مي. والله هي حالتي. اقسم بالله انا هيك. المشكله انه المي اخر شيء كله يروح. فضيلة الشيخ وما كذلك حكم مطبخنا قبل الاذان بنص ساعه الكل بالمطبخ. استغفر الله. والله مقاطع التيك توك في رمضان ضحك بس لا تشوف مقاطع الاكل. اذا فتحت القشطه ونحن ننتظر اذان المغرب. يا اجت على اصبعه. تصير والله تصير القشطة والزبادي او اللبن يعني. من الوصفات الرمضانية الرهيبة جيب التاجر وبحبة توست بس. شو اسمها جيب التاجر؟ انا لازم ارسل لزوجتي كل هاي الطبخات يعني اعملها مشاركة نبعتها على الواتساب افضل شيء. ما حد شو ما شاء الله هاي حتى طبخة صغيرة. لا مجتمع ولا طوقي الفول. شوف كيف سواها. يا سلام حط رز وحنك. والله انه حط رز طبخه كامله يا جماعه. خلنا نشوف كيف ممكن تطلع. طب انا جوعان اصلا انا بس عشان والله ما ادري.
هو ما بيصير انه تطبخ فيها مهمة. بس اوكي خلينا نشوف تغير الجميع. لحم وين؟ والله شوف الرز اليوم حتى لحم عادل لك بالعافية. جوعان يا جماعة. إذا حابين أكل خلاص سهل. خلاص بس 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 خلاص خلاص خلاص. أنا آخر مرة أشوف تيك توك وأنا صايم. فشكرا لكم للمتابعة لحد الآن. كان معكم سبايدر من قناة سبايدر جيمر. بيس أوت. خلنا نروح نشوف شو طابخين.